حياكم الله مشاهدينا الكرام وطابت اوقاتكم. نحن الان نتواجد امام المستشفى الحكومي في مدينه جنين لبدء بمراسم تجهيز لتشييع جثمان الشهيد طاهر زكارنا 19 عاما من بلدة قباطية الذي ارتقى صباح هذا اليوم بعد اقتحام قوات الاحتلال إلى بلدة قباطية في عملية عسكرية لداخل البلدة ومحاصرة أحد المنازل. جرت هناك اشتباكات ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال أدت إلى إصابة عدد من الشبان من بينهم الشاب طاهر زكارنا 19 عاما الذي أعلن عن ارتقائه في المستشفى الرازي في مدينة جنين بعد متأثرا بإصابته بعيار ناري في منطقة الرأس. تم نقله إلى المستشفى لإعلان استشهاده فيما بعد. الحديث أكثر عن التفاصيل ومجريات وأيضا عن الوضع الحالي في مدينة جنين مع عضو أو القيادة في حركة فتح الأستاذ عطاء أبو رمالي. يعطيك العافية. يعطيكم العافية. يعني بداية، ما الذي يسعى له الاحتلال من خلال مثل هذه الجرائم؟ يعني الاحتلال قاتل الكيان الصهيوني يحكون، يعني يتكلمون بشكل علني عبر وسائل الإعلام إطلاق يد جيش الاحتلال ليفعل ما يشاء بشعبنا الفلسطيني. الاحتلال يقوم بعمليات إعدام شاب فلسطيني 19 سنة يكون قناص صهيوني باستهدافه بشكل مباشر بالرأس لعملية القتل. الاستهداف هو من أجل عملية القتل. الاحتلال يعلن يوميا عن عملية واسعة في مناطق جنين ونابلس من أجل استهداف أبناء شعبنا الفلسطيني. الاحتلال يريد أن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، لكن هذا الاحتلال لن يستطيع. بالأمس مقاومين استطاعوا النيل من المستوطنين وجنود الاحتلال في عملية الأغوار. الاحتلال سينهزم بإذن الله. هذه الدماء الطاهرة الزكية التي يرتقي بها الشهداء ويتم اعتقال الأسرى والحركة الأسيرة أيضا، قمع أبناء شعبنا الفلسطيني في سجون الاحتلال. شعبنا الفلسطيني لن تزيده هذه الضربات إلا قوة، وهذه الدماء الطاهرة الزكية بإذن الله سيظهر شعبنا الفلسطيني لهؤلاء الشهداء وسيدفع الاحتلال الثمن قريبا بإذن الله. يعني في كل يوم هناك جريمة جديدة لجيش الاحتلال. ما الذي يتكئ عليه الاحتلال والذي من خلاله يستمر في سياسته الإجرامية بحق الفلسطينيين؟ الاحتلال يعيش عملية انهيار بالمعنويات من خلال ضربات المقاومة، من خلال قوة المقاومة التي تنتشر في كل المناطق. بالأمس كانت في جنين، اليوم تنتقل إلى نابلس وإلى سلوات وإلى النبي صالح وإلى بيت المقدس، إلى كل المناطق الفلسطينية. شعبنا الفلسطيني قرر أن يواجه هذا الاحتلال وينتصر على هذا الاحتلال الذي تنهار معنوياته. الاحتلال يريد أن ينتقم، لكن شعبنا الفلسطيني بإذن الله جاهز للمواجهة، والمقاومة ستهزم هذا الاحتلال قريبا بإذن الله. لن نرفع للاحتلال. نقول أيضا الاحتلال خلال الأيام القادمة هناك انتخابات صهيونية، يريد أصوات انتخابية من خلال المزيد من الدم الفلسطيني، لكن هذا الدم الفلسطيني الغالي لن يذهب هدرا، وشعبنا الفلسطيني سينتقم لهؤلاء الشهداء الأبرار. أخيرا أستاذ عطاء، ما هي رسالة المقاومة اليوم للاحتلال وكذلك لكافة الأطياف الفلسطينية؟ رسالة الشعب الفلسطيني هي رسالة المقاومة. السلام انتهى، المفاوضات ولت إلى جهنم. اللغة بيننا وبين الاحتلال اليوم هي لغة الدم ولغة البندقية مقابل البندقية. اليوم المقاومة تتصاعد في كل مكان والاحتلال يفقد أعصابه، وبإذن الله النصر إنا والهزيمة للاحتلال. شكرا لك أستاذ عطاء على هذه التفاصيل. إذن مشاهدينا الكرام، في كل يوم هناك جريمة جديدة من قبل الإجرامي بحق الفلسطينيين منذ عام 1948 وحتى هذا اليوم. يعني الإجرام
الاحترام الإسرائيلي بحق الفلسطينيين لا يزال مستمر حتى هذا اليوم، والاعتداءات لا تزال مستمرة. أمس كان هناك عملية لمقاومين فلسطينيين من مدينة جنين في منطقة الأغوار، أدت إلى إصابة 5 مستوطنين واعتقال منفذي العملية. هذه العمليات تأتي ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال المستمر بحق الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة، في القدس، في غزة، في كل أماكن تواجد الفلسطينيين. هذه نهاية النافذة من أمام مستشفى نابلس أو مستشفى جنين الحكومي.